أصدقائي، قبل ما نبلش المقطع بدي أقولكم ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا القناة وتتابعوني على حسابي على إنستغرام. والله بقولكم مشاهدة ممتعة. أولاك رجعتوا جبتوا منا يا أولاد الصرماء يا أبو فرجيكم جايتكم. أولاك مين جابها هي لهون؟ طولوا بالكم جايتكم. قولي أمك معصبة بك شعي بي يخرب بيتك. والله ما عملت شيء. اكيد عطيت عليك عطيت عليك ما عطيت علي. شوف انت ايش عامل. قولك ماني عامل شيء. انا ايش بدي اعمل يعني؟ طيب هي ليش عطيتك؟ وايش عرفتي انا بيخه؟ اليوم عظامكم رح تنطحن طحن. قولي اكلنا هوا. اسمعي مندي خلينا نهرب. قومي وين بدنا نهرب يا حمار؟ ايش شو هذا يا حيوان انت وياه؟ ايه عندومي مبالي شفتي غير شيء. قولك مو امك قالت اذا بتشوف اندومي بالبيت رح اضرب شيك؟ مو امك قالت ممنوع تدخل اندومي على البيت؟ والله العظيم انا ما جبت شيء ولا اكلت شيء. اكيد انت امي اكيد هو جربه واكله هو. امي والله انا ما اكلت شيء. اكيد هي كذابه عم تكذب جايبته واكلته. لا انت كذاب يا حشره. امي عم يتهمني زور. ولك حاج كذب حاج انفضحتي. اعترفي ولك اعترفي. لك حاج تتهمني بدي اسورك بيها راسك. ها يا خلاص يا حمار يا خلاص ولك خلاص خلاص انا رح اعرف هلا مين فيكم اللي راح اكلت. طولوا بالكم علي شوي. بركولي على السوا شوف انت وياها. لا هي راح تكهربنا يعني. والله هيك شكله. ركزوا معي على السوا يا جزمه انت وياها. شايفين هاي العصاي؟ خشب اصلي شريتها من البيزار. بتعلم على جنابكم. منبلش من عندك يا خانو. بدك تبلشي من عندي يعني؟ ليش ما تبلشي من عنده يعني اول؟ بدي اشتغل على كيفك. ركزي معي لهون عم بقلك. ها حاضر خلاص حاضر احكي يلا. انا امبارح ربطت كيس الزباله لانه تعبى وشلته حطيت بداله كيس جديد. وكيس الاندومي هاد لقيته بالكيس الجديد. المعنى من الحكي انه اللي اكل الاندومي اكل اليوم. فمنبلش من عندك يا خانوم. انت اليوم ما فوت الصبح لهلا ايش عملتي؟ عملت كل شي بدك اياه. فوت الصبح نظفت الصالة هون، دخلت كنست المطبخ، فضيت الجلاي، نشرت الغسيل، طلعت الزبالة لبرا، عملت كل شي قلتي لي عليه، بعدين جيت لهون وبركت الله هون. والافندي ايش عمل؟ انا؟ الصبح كنت نايم، بعدين قمت رحت رجعت نمت، بعدين نمت رجعت فقت ورجعت نمت، وبعدين كنت نايم صرت انام، وفقت رجعت نمت وبعدين رحت ورجعت نمت. ايه معنى من الصبح لله نايم. امي ايش عطلي لي نايم؟ قولك ليش انت فالح بغير شي غير بالنوم؟ 24 ساعة نوم نوم اهل كهف ان شاء الله. عبقلكن احكولي هذا كيس الاندومي ما رح يدخل لحاله على البيت. في حدا جايبه ومتزهرمه. طلع لعندي شفت هون يا كلب البحر. اليوم يقول عبشر غسيل الصبح شفت رفيقك المعنشح اللي مأمن اللي قلعوه اهله معدي من تحت البيت. ايش كان عم بيعمل؟ عادي يعني انت قلتي معدي من تحت البيت يعني اكيد كان رايح لعند رفيقي هون ولا هون ولا هون. طب وقف عندك وقعت حالك. وانت منين عرفت انه رفيقك بده يروح لعند غير رفيق؟ معناتها عدى لعندك لهون عطاك الاندومي وانت مرايح صح؟ ولا طول بالك انت بس بدك توقعيني بالكلام. اصلا هو وقت اللي عدى انا كنت نايم. وانت بقى يا ست محلى زمانه قلتي لي الصبح ربطت كيس الزباله وطلعتيه على باب البيت صح؟ ايه يعني طبيعي طلعوا لبرا. بس ستوب وافي عندك وقعتي حالك. معناتها انت عم طالع كيس الزباله لبرا نزلتي راكضه تحت على الماركت اللي جنب البنايه ورحتي جبتي كيس اندومي وجيتي صح؟ لا امي والله ما نزلت يعني بدي انزل بالبيت جمعنا. ماشي ماشي مفكرين رح امرق الموضوع هيك؟ رح امرقه هيك ما رح اعرف وحياتكم رح اعرف. طولوا بالكم ما حطيت التليفون انا ليكم امبارحكم رح يمضى الموضوع هيك. الو مرحبا أبو فخري شلونك؟ منيح هلا خدني بسرعة اليوم اجى حدا عندك من ولادي اخذ من عندك شيء؟ أبو فخري قول لي دغري ولا تلف ولا تدور. ها علي ما علي اذا بكتشف انه كنت عم تكذب ما بدي اخذ من عندك شيء طاول. ها ما اجى حدا. ايه ان شاء الله يكون كلامك صح. الله معك. انتوا بدكم تنطقوا ولا ما بدكم تنطقوا بقى؟ انت ولاك قول حا نا قول خلصني بقى ولاك قول حا وقرف اللي يقرفك من الصبح لهذا مالك هيك شيء؟ اي ما انا هلا صحيت بس خراس. وانت يا بنت قولي حا. لا انا ما بقول هيك شغلات. ولك قولي بلا ما انزل بهالعصاي على نافوخك افرطه. ماشي حا ورح من الصبح رايحة اكل محاشي يخرب بيتكم من حاركم. ورح بدكم تجيبولي سكتة قلبية انتو. ورح انطقوا مين اكل.
ولك احكوا اعترفوا مين اكل. انا رح اعرف رح اعرف بالنهاية رح اعرف، فانطقوا هلا احسن لكم. ولك يا غبية اعترفي وخلصينا بقى، قولي انه انت جايبتيها ورايحينا بقى. خلاص ما انت كمان بس بدك تتهمني. ما رح تقولوا يعني ما رح تقولوا. اوف وين رايح انت حجي؟ رايح على المطبخ. ولك شو بك؟ ليش هيك واقف؟ ايش شو هذا المخبي ورا ظهرك حجي؟ نعم؟ ايش شو هذا المخبي ورا ظهرك عبال لك؟ صينية صحن وشوكة؟ يعني انت اللي الصبح كنت جايب الاندومي؟ اسمعيني هس عالسكت عالسكت. نزلي تاخدي هاي 100 درهم بتنزلي بكره على السوق بتنقي احلى بدل لك. عسكت خالصين. هاي المعكرونه بشاميل اللي كنت عملتها انا امبارحه الف صحه وهنا ان شاء الله، ان شاء الله تكون عجبتك. يلا حجي حطها بمطبخ والحقني على الغرفه مشان نحكي بموضوع تاني. يلا معكرونه بشاميل. ليش امك امبارح عملت معكرونه بشاميل؟ لا نعم. يو حبايبي كنا وصلنا لفقرة مقفل. إذا ما عرف فقرة مقفل يس يلا نبلش في قراءة التعليقات. السؤال فقرة مقفل بحلقة الماضية كان شو بتكون ردة فعلك إذا كنت حدا عمل معك مقلب ورماك من الطابق التالت تحت وبعد ما وقعت تحت اكتشفت إنه مقلب هنطبع بعد مجهزين تحت المعدات كلها فأنت وقعت تميت عايش، يعني شو بتكون ردة فعلك؟ كلها تكون قفلتوا بالتعليقات وأسف على التأخير. ويلا نبلش. تعليق من جوجو مار عم بقول فيه مقفل انا بقتلهم ما والله ما برضى ينشروا الا لمبلغ مالي كبير، يعني هو بيرضى ينشروا بس بده مصاري. في تعليق من صلاح عم بيقول فيه ما برضى ابدا بروح بشتكي عليهم للشرطه، يعني اخذ قراره. في تعليق من سيلا عم بتقول فيهم مقفل اكيد رح يوقف قلبي من الخوف بس عادي بسامحهم يم قلب كبير. في تعليق من النوش ادلبي عم بتقول مقفل ولي 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 عندي فوبيا من المرتفعات بس مو مشكله بقول لهم تعويض تطلعوا لحتى اعمل فيكم مثل ما عملتوا فيني لتجربوا هالمقلب ويكتمل. الله يسعدك عبادة I love you. في تعليق من سوما بتقول في ما صارت معي بس والله باخذ اغراض اشتريتهم ببلاش بدال الرعب اللي اكلتك. في تعليق من ابو اسلام عم بيقول في مقفل واذا هيك صار معي بطلب منهم تعويض لمدة سنة كاملة وما بكون راضيين. في تعليق من عزام العواس عم بيقول في مقفل اذا صارت معي هيك رح انصدم وبعدين رح طربشهم وبعدين رح ازعل يمكن بعدين ارضى كمان وبعد ما ارضى اكيد رح اطلب تعويض كلياته بده مصاري. عليك من عاشقة الورود عم بتقول فيه شكرا لك كتير عبادة لانك رجعت فقط مقفل ولا مرة صارت معي ولو صارت عمري ما بعيدة ولا برجع اشتري من المول شي وبعدين بشتكي عليهم الشرطة. الله هني بلودي كافئوك بمبلغ مادي يعني يرضوك فخديهم يعني وسالي حالك فالك خبر. عليك من صفوحة بقول عبادة ليش ما عم تطالع فيديوهات كتير؟ كنت طالع فيديوهات كتير ليش هلا مخفل؟ ان شاء الله ابتداء من نهار الاثنين ان شاء الله حيكون كل يوم الساعة 5 العصر او الساعة 4 العصر في سكتش جديد في فيديو جديد وفقرة مقفل رح يصير يوميا الساعة 4 في فيديو وفي فقرة مقفل جزء سبب 4 او جزء اذا حبيت الوقت يكون ابكر انزلكم اياها 2 او 3 العصر يوميا فيديو انتو شو بتحبوا اكتبوا لي بالتعليقات. في تعليق من مريم عم بتقول فيه انا ما بشوف حالي وقعت بغمى علي واكيد رح موت وقت بشوف حالي تحت. الله في ناس كتير بتخاف من المرتفعات عندها فوبيا من المرتفعات عالية كتير وانا اول واحد انه اذا بدي اطلع بالقلابة بدي اطلع بشي هيك لعبة عالية لازم انطق في الشهادتين قبل. تعليق من احمد عم بيقول فيه ما بسوي شي بقول لهم ردوا عيدوها بس هالمرة من طابق اعلى. وباخر تعليق من فاطمة الزهراء عم بتقول فيهم مقفل بدخل بغيبوبة السنة كاملة ولاصحى بفكر ايش راح اعمل فيهم. وهيك بكون خلصنا فقط مقفل اصدقائي بدي اعتذر باي اصدقاء لما طلعت تعليقاتهم وان شاء الله يوميا كلياتكم يوميا رح تصير في فقره مقفل وان شاء الله كلياتكم رح تطلعوا معي بالتعليقات. لا تنسوا يوميا الساعه 2 او 3 او 4 انتم اي وقت بتحبوه حتى انزلكم الوقت الفيديو فيديو فيوميا رح يكون في فيديو جديد في فقره مقفل جديده كلياتكم خليكم عم تشاركوا حبايب. وسؤال فقره مقفل لحلقه بكره هو اتقدم لك شابين للزواج شاب هيك حلاوه ووسيم كتير متي يعني هيك بس يكون فقير تبتل بالثقة بس يكون فقير وتقدم لك واحد تاني بشع كتير بس زنجيل بتقبلي بالحلو والفقير ولا بتاخدي البشع الزنجيل والسبب ليش؟ شباب نفس السؤال كمان لازم تاخدوا وحدة من هدول التنتين بنت جميلة ولكن هي دايما وضع أهلها تحت الصفر ووحدة بشعة بس وضع أهلها كتير اوضاعهم يعني كويسة فمين بتختاروا اكتر وليش بتختاروا كلاتكم شاركوا بفقرة مقفل حبيبي حاطها تعليقاتكم كلها ياتكم وانتظروني يوميا ان شاء الله بفقرات جديدة واسئلة جديدة بحبكم جدا باي